وكان في وقت سابق قد وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه عضواء المجلس عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية العادية 33. وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوي المجلس والوفد المرافق ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. وعبر الرئيس العليمي عن عظيم تقديره للأشقاء في مملكة البحرين على حسن الاستقبال والتحضير الجيد لأعمال القمة العربية التي تنعقد في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد، ويأتي في مقدمتها استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني وتصاعد خطر الميليشيات الإرهابية وتهديداتها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.